بعد اذنك خليني ساعدك بالاغراض. يسلموا ايديك مجد، الله بعت لي اياك من السما، هالطلعه كثير عم تتعبني. معك حق، قاسيه كثير. انت شو اخبارك؟ ماشي الحال، بس عم بتعب بشغل البيت. انت كيفك؟ انا منيح. يبدو اليوم رح تتعبي اكثر لانك عم تحضري اكل. مو العيله جاي لعندك المساء؟ قالوا لك رح يجوا لعندي المساء؟ لا بقصد مو هن رح ينتقلوا على الحاره؟ معقول لقوا بيت بهالسرعه؟ جوري ما حكيت معك امبارح ابدا؟ ليش؟ يا الله، هي اكيد انشغلت كثير. توليب خانم حبت انها تشغل اختي، وقت صار هالشي بابا غير رايه وبطل ينتقل، يعني ما رح يتركها. ايه طبعا. جوري؟ ايه. انا شفت مجد اليوم. ايه. سألني، قلت له انك بلشتي شغل وانكم رح تضلوا ساكنين بهذا القصر. يا الله منك اختي، انا المفروض يلي خبره. وانا شو عرفني انه ما بيعرف؟ اكيد رح يتضايق. شو رح تعملي؟ ما بعرف. جوري، جوري. مجد. عمو صالح، ليش عم تناديلها لبنتي بهذا الوقت؟ احكي، عيب عليك تعمل هيك شيء. انا جاي مثل المسطول، شربان لحتى منطفي. انقلع من قدامي بسرعه، انقلع.